أعزائي طلاب التعليم الإلكتروني المدمج، أبدأ معكم الوحدة التعليمية الثانية الخاصة بتوصيف وتقييم الوظائف. أولا توصيف الوظائف وإعداد بطاقات الوصف. مفهوم توصيف الوظائف: يقصد بتوصيف الوظائف إطار أو نموذج يتناول كل ما يتعلق بالوظيفة من حيث المهام المطلوب أدائها، أساليب إنجاز هذه المهام، المسؤوليات المنوطة بها الوظيفة، الظروف المحيطة بأداء عمل الوظيفة، التبعية التنظيمية للوظيفة، شروط شغل الوظيفة، مستوى التعليم، تخصص التعليم، الخبرة العملية، مدتها، نوعها، وأي شروط أخرى. لماذا تضع المنظمة توصيف الوظائف؟ ترجع أهمية وجود توصيف الوظائف إلى احتمال حدوث خلاف بين الإدارة والعاملين بالنظر إلى أمور العمل، ويرجع ذلك لوجود إدراك مختلف للعمل بين الرئيس ومرؤوسيه، ويوضح الشكل التالي الإدراك المختلف للعمل. بالنسبة إدراك الرئيس العمل عم يحتاج إنتاجية، تطوير الأداء، خفض التكاليف، خدمة المجتمع. إدراك المرؤوس العمل يحتاج حوافز، ترقية، مستوى معيش ملائم، إثبات الذات. ويساعد توصيف الوظائف على التخلص من الغموض في إدراك العمل وتوحيد الإدراك بين المدير أو المشرف ومرؤوسيه عن طريق ما يلي: واحد، تحديد مسؤوليات الوظيفة وواجباتها التي يقوم بها الفرد وتفهمه لها. اثنين، التوضيح التنظيم بين التوصيف، التبعية التنظيمية لكل وظيفة، ويحدد بدقة تبعية الوظائف التي تخضع للإشراف لمن. هي مجالات استخدام توصيف الوظائف أو أغراض توصيف الوظائف: أول حاجة، بيفيد في الاختيار والتعيين. اثنين، بيفيد في تحديد الاحتياجات التدريبية، من يحتاج إلى التدريب. 3، في تخطيط المسار الوظيفي. 4، في تقييم أداء العاملين. 5، تقييم الوظائف حيث الأجر العادل. الوظيفة اللي بتاخد أجر أعلى بتكون مسؤوليتها أكبر والعكس. 6، تخطيط قوى العاملة. 7، إيجاد لغة إدارية موحدة. 8، ضبط علاقات العمل. وبالتالي التوصيف بيفيد في جميع وظائف إدارة الموارد البشرية. خطوات توصيف الوظائف: أول خطوة، جمع البيانات عن الوظائف. نجمع بيانات الوظائف عن طريق المصادر الأولية، وهي تكون عن طريق المقابلة أو الاستصاء أو المقابلة والاستصاء أو الملاحظة يلي ذلك، أو جمع بيانات إحنا لو احتاجنا من مصادر سنوية، المنشورات، القوانين، المنشورات الخاصة بجهاز التنظيم والإدارة. ثم نعمل صياغة أولية للوصف، بنعمل بطاقات وصف أولية، ومن واقع خبير بنقوم بها خبير التوصيف أو خبراء التوصيف، وطبعا بتبقى من واقع المرؤوسين والرؤساء، ثم مراجعة وموافقة، ثم وضع الوصف في الشكل النهائي يلي ذلك التحديث، وبنحدث بطاقات الوصف بين حين وآخر إذا تغيرت الظروف في طريقة أداء العمل أو أسلوب العمل إلى آخره. بعد عملية توصيف الوظائف تيجي الأول تيجي تقييم الوظائف. إيه المقصود بتقييم الوظائف؟ بنحدد الأهمية أو القيمة النسبية للوظائف المختلفة بالمنظمة، وضعها في هيكل وظيفي متكامل حسب ترتيبها وقيمتها. تعتبر عملية التقييم على جانب من الأهمية. أهمية تقييم الوظائف: أول حاجة، أنه من المنطقة أن تدفع أجور عالية للوظائف لتسهم في تحقيق أهداف المنظمة. 2، العدالة في تحديد الأجور والموضوعية في أسس حساباتها. 3، يساعد تقييم الوظائف على بناء هيكل وظيفي متكامل. 4، يساعد في تدعيم الوصول لأهداف المنظمة، لأن الهيكل الوظيفي مبني على أهمية الوظائف بالنسبة لهذه الأهداف.
طرق تقييم الوظائف عندنا طرق غير كمية. نمرة واحد، طريقة الترتيب البسيط، بتقوم هذه الطريقة على أساس ترتيب الوظائف بالمنظمة ترتيبا تنازليا من حيث الأهمية، بمعنى وضع الوظيفة الأكثر أهمية أولا، يليها الوظيفة الأقل أهمية، وهكذا حتى أدنى وظيفة في المنظمة. تمتاز هذه الطريقة واحد، السهولة والبساطة والسرعة النسبية، ب، قلة التكاليف، بتلائم المنظمات الصغيرة التي يوجد بها عدد قليل نسبيا من الوظائف، ولكن يعاب عليها قلة الموضوعية لأنها تخضع للحكم الشخصي، الأمر الذي يفسح المجال للتحيز والتأثر بمركز الوظيفة أو مركز شغلها. وقد يقوم بهذه التقييم فرد واحد أو لجنة، وفي حالة القيام بلجنة يتم أخذ متوسط آراء أعضاء اللجنة وترتب الوظائف. طريقة التدرج أو طريقة الدرجات، بتقوم هذه الطريقة على اتباع الخطوات التالية: تقسيم الوظائف إلى مجموعات وظيفية تتماثل في طبيعة المهام، ب، وضع تعريف داخل كل مجموعة وظيفية يكون أساسه المعرفة، المسؤولية، المهارة، المجهود العقلي، المجهود البدني، ظروف العمل، ج، ترتيب المجموعات الوظيفية ترتيبا تنازليا من حيث الأهمية وتحديد مدى الدرجات التي تستحقها كل مجموعة، د، ترتيب الوظائف داخل كل مجموعة وظيفية وتحديد الدرجة أو مدى الدرجات التي تستحقها كل وظيفة. تميز هذه الطريقة بنفس مزايا الطريقة السابقة من حيث السهولة والبساطة في الاستخدام، ولكن يكتنفها بعض الصعوبات، وهي ألف، صعوبة تحديد وضع الدرجات، ب، صعوبة تحديد عدد كبير من الأشخاص للقيام بعملية التقييم والذين يشترط فيهم الإحاطة بمختلف وظائف المنظمة، ج، أن أخطاء التحيز والحكم الذاتي ما زالت موجودة مع هذه الطريقة، وهي الطريقة هذه الطريقة متبعة في جمهورية مصر العربية في القطاع الحكومي والقطاع العام وقطاع الأعمال العام. الطرق الكمية، طريقة التقييم بالنقط، تختلف هذه الطريقة عن الطريقتين السابقتين في أنها طريقة كمية، يتطلب تطبيق هذه الطريقة اتباع الخطوات التالية: ألف، تحديد عوامل التقييم، ب، تحليل عوامل التقييم، ج، تحديد ما يخص كل عامل من نقاط معينة، وستتناول توضيح للخطوات السابقة. تحديد عوامل التقييم، يتم في هذه الخطوة تعيين مجموعة من العوامل الأساسية التي سيتم على أساسها تقييم الوظائف، وتمثل تلك العوامل فيما يلي: التعليم، المهارة، المسؤولية، المجهود العقلي، المجهود البدني، ظروف العمل. ب، تحليل عوامل التقييم، أي تقسيم كل عامل من عوامل التقييم السابقة إلى عناصر فرعية تدخل في إطار كل عامل على حدة، ونوضح فيما يلي تحليل لكل عامل. بالنسبة للتعليم، نقول مؤهل جامعي، مؤهل فوق المتوسط، مؤهل متوسط، مؤهل أقل متوسط. المهارة مثلا، مهارة فكرية، مهارة الاتصال، مهارة فنية واليدوية، وهكذا بالنسبة لباقي العوامل. تحديد، ج، تحديد ما يخص كل عامل من نقاط معينة، ويتم تحديد الرقم الإجمالي للنقاط، قد يكون على سبيل المثال 100 نقطة أو 1000 نقطة مثلا، ثم يتم توزيع هذا الرقم الإجمالي على عوامل التقييم وفقا للنسبة المؤهلة لكل عامل. الوظيفة التي تحصل على مجموع نقاط أكبر في عوامل التقييم تأخذ أجر أعلى، والعكس صحيح. طريقة العوامل المقارنة، ألف، تحديد عوامل التقييم، وهي لا تخرج عن العوامل السابقة عرضها، ولا تتكون من المهارة، المسؤولية، المجهود العقلي، المجهود البدني، ظروف العمل. ب، تخصيص عدد من النقط لكل عامل من عوامل التقييم تمثل الأهمية النسبية لعوامل التقييم. ج، ترتيب الوظائف تحت كل عامل وفقا للأهمية النسبية، وتحديد عدد النقط التي تستحقها الوظيفة من إجمالي النقط المخصصة لكل عامل على حدة، ثم نضع جدول ترتيب الوظائف وتحديد الأجور.